من بنيجي نفتكر بعد الوهدة، مين اللي ضحى، مين صبر، مين اللي باع، حملني فوق طاقتي وانا ما قلتهاش، دلوقتي راجع يقول من بعد هضاع، قولوله الطيبة مش اني ارجع له من تاني واسلم، ده كفاية لو صدفة بشوفه بروح له بايدي بسلم، قولوله الطيبة مش اني طارق بيكم. ارجع له يعني عشان نعيد تاني اللي كان، ده طبع عمره ما يتعدل حتى البلد.